شركة القمة العربية للتوظيف بالخارج تعلن عن فرص عمل في المملكة العربية السعودية. أولاً، مدير مكتب تدريب واستشارات إدارية. الشروط الواجب توفرها خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة أعمال التدريب والاستشارات الإدارية والاقتصادية. معرفة تامة بإعداد التنظيم الإداري، هياكل، وصف وظيفي، سلم رواتب، لوائح العمل، الأيزو والجودة الشاملة. ثانياً، مسوق دورات تدريبية. الشروط الواجب توفرها خبرة لا تقل عن 3 سنوات. لديه خبرة في دراسة احتياجات السوق، القدرة على الإقناع، أداء جيد وسرعة وإتقان لمهام عمله، القدرة على العمل تحت ضغط، المظهر الجيد والابتسامة. ثالثاً، موظف استقبال بشقق فندقية. الشروط الواجب توفرها خبرة لا تقل عن 3 سنوات، القدرة على الإقناع، يتميز بالثبات الانفعالي، أداء جيد وسرعة وإتقان لمهام عمله، القدرة على العمل تحت ضغط، المظهر الجيد والابتسامة، اجتماعي ومتفتح مع الآخرين ومتحدث بجميع المجالات، إجادة تامة للغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، إجادة تامة للكمبيوتر وبرامج التسجيل. رابعا، مسوق برامج وأنظمة. الشروط الواجب توفرها خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تسويق البرامج الخاصة بتسكين الفلادة. لديه إلمام بالأنظمة البرمجية، القدرة على الإقناع، أداء جيد وسرعة وإتقان لمهام عمله، القدرة على العمل تحت ضغط، المظهر الجيد والابتسامة. خامسا، مسوق رقمي. الشروط الواجب توفرها خبرة لا تقل عن 3 سنوات، الخبرة في التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إجادة التعامل على برامج تعديل الصور والفيديوهات مثل فوتوشوب وبريمير أو غيرها من برامج تحرير الوسائط، القدرة على استخدام أدوات الاتصال الرقمي المختلفة، معرفة أدوات تصميم الويب وأنظمة إدارة المحتوى، امتلاك المهارات التحليلية وإدارة المشاريع، القدرة على تنظيم الوقت والمهام المختلفة، امتلاك مهارات التواصل اللفظي والكتابي. الشروط العامة للوظائف المتقدم ذكرها: إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، إجادة تامة للكمبيوتر وبرامج الإكسل والباوربوينت والبرامج الأخرى في مجال التدريب والاستشارات، خبرة في قيادة السيارة. أرسل السيرة الذاتية على الإيميل التالي، وللتواصل والاستفسار على الأرقام التالية. مع تحيات شركة القمة العربية.